هذا التقليد أمر به سيادة الرئيس منذ 3 سنوات، يعني النهاردة النسخة الثالثة لتكريم القضاة المتميزين. هذا التكريم أسمى صورة فيه هي شهادة التقدير الموقعة من فخامة الرئيس بصفته رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية لأبنائه القضاء المتميزين. قيمة التكريم هو بصفة خاصة وبصفة عامة لكافة أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ذلك الدعم الذي في البداية أود أن نوجه كافة الشكر والتقدير والاحترام لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للقضاء المتميزين ولكافة رؤساء الجهات والهيئات القضائية. دي قيمة كبيرة جدا وحافز كبير جدا على التميز والتفوق وعلى النجازة العادلة يعني في القضاء وهيئة النيابة الإدارية على وجه الخصوص. قيمته تأتي إن هي دفعة معنوية من رؤسائنا تم بناء على أسس وقواعد مدروسة، والحمد لله ربنا يوفقنا لكل خير إن شاء الله.